بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. جاءتني رسالة ضمن الرسائل التي جاءت في برنامجكم لماذا تركت الوهابية، وأكثر من رسالة يقول صاحبها الأولى، الرسالة الأولى: تركت السلفية لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة جدا. أخونا هذا من الكويت، كويتي، يقول تركت السلفية لأسباب، قلت التعريف حتى لا نحرج الأخ المرسل، وأيضا حتى نوجز الكلام السلامات لا نقرأها. قال تركت السلفية لأسباب كثيرة جدا، على رأس هذه الأسباب جماعاتهم الكثيرة، ففي بلدي الكويت أكثر من 6 جماعات سلفية كبيرة لها أتباع، وكل واحدة من هذه الجماعات تكفر أختها أو تفسقها أو تخرجها من دائرة السلفية. ومن الأسباب المهمة هي تصادم الآراء بين الرموز المتفق على إمامتها مثل بن باز وابن عثيمين. ومن الأسباب عدم الرد على حجج المخالف والاكتفاء بالقول بأن هذه شبهة، جميل، ثم الدخول في نية المخالف، يعني يقصد كذا وكذا، ومحاولة خلط الأوراق بذكر الأكاذيب عليه وعلى الذين خالفوه. ومن الأسباب التي دعتني إلى تركهم هو اكتشاف الأشعري المجاهد صلاح الدين. هذا السبب قد تراه صغيرا هكذا يقول، لكنه كان عظيما جدا في نفسي، وهو الذي جرني لاكتشاف أن أغلب علماء الأمة ومجاهديها كأشاعرة. ومن الأسباب تكلم باللهجة الكويتية، ومن الأسباب قلة المرجلة عند رموزهم، فهم حسب ما شهدت ملوك القال والقيل، وفلان فيه وعلان عليه، وأسباب أخرى كثيرة جدا 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 يا شيخنا. الحقيقة هذا رجل صادق، ولعلي أعرفه، أظنه كلمني عدة مرات، نعم، لكن لن أذكر اسمه، هو رجل فاضل وأستاذ أيضا. الحقيقة تحية لأهل الكويت، والكويت بلد حقيقة فيه خير كبير، وكثير من الناس يعني حقيقة قبل أن ألتقي به ما كنت أعرف الكويت. الكويت فيها يعني حرية، بلد فيه حرية يختلف عن غيره، والسلفية موجودة نعم بكثافة وبقوة، ولكن يعني الدولة لا تدعم واحدا من الأفكار على حساب الآخر، وهذا من يعني من حكمتها وسياستها. يعني الدولة لو دخلت في عالم الأفكار ستفسد الدنيا. فالكويت الحقيقة فيها طائفة علماء وطلاب علم فضلاء، وقد استفادوا من الشيوخ الكبار الذين جاءوا إلى بلادهم. جاءهم شيوخ كبار من كبار علماء الإسلام، مثل أستاذنا الدكتور فوزي فيض الله رحمه الله، ومثل الدكتور حسن هيتو، ومثل كثير من مشايخ الدكتور الكردي أستاذنا. عدد من العلماء استفادوا منهم كثيرا. فأخونا هذا سنعلق على كلامه، القضية هذه ما يعني ما السر، لماذا يترك الوهابية وهابيتهم إذا ما رأوا كثرة الجماعات؟ إنسان يمل، لأنه سيكون إما فاسق وإما مبتدع، لا محالة، سيكون ضمن قومه الذين يرجعون إلى نفس المرجعية. تقول طيب أنتم يا شاعرة ويا حنفية تقولون وهابية مبتدعة، نعم مبتدعة، لكن نحن لا نعتمد نفس مرجعيتهم، لا نرجع إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والحديد والصديد إلى آخره، الكتب هذه لا تعنينا. لماذا أقول حديد وصديد؟ لأنها تكفر المسلمين، هذا ولا يعني، أما لا أريد يعني إيش الإساءة والشتيمة. فهم يرجعون إلى نفس المرجعية، كلهم يعتمد الشيوخ الثلاثة بن باز بن عثيمين الألباني، هذا الشيوخ اللي قال علي الحلبي في يوم من الأيام سجلنا قال هؤلاء إجماع، إذا أجمع الثلاثة فهذا إجماع، أما الأربعة الأئمة لا، ليس إجماعا. فهم يعتمدون الثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يناقض الآخرين. تقول لي طيب يا أخي السلف اختلفوا، أبو حنيفة قالوا الشافعي قالوا مالك، صحيح، لكن هل وصل الاختلاف فيهم إلى أن يقول أبلد من حمار؟ هل وصل الخلاف هذا؟ هل وصل الخلاف فيهم إلى إثبات صفة وعدم إثبات صفة؟
الظل عند ابن باز صفة لله، وعند ابن عثيمين من قال هذا فهو أبلد من الحمار، لم يصل لهذا. فإذا الدعوة التي جاء بها الوهابية أول مرة، يا جماعة أربع مذاهب تفرق المسلمين، وتعال نأخذ مذهب واحد، ومن أجل اتباع الكتاب والسنة. على فكرة لم يبقى على هذه الطريقة من الوهابية إلا الدواعش، ولذلك أصدق فرقة وهابية، ولعلي أسجل عن هذا التسجيل خاصا، أصدق فرقة وهابية هي الدواعش حقيقة، لأنهم لم يخالفوا منهج ابن عبد الوهاب ولا قيد أنملة، هم يسيرون على طريقة إخوان من طاع الله حذو القذة بالقذة، ولذلك هم أصدق فريق سلفي حقيقة. يعني ماشي أنا أخالفهم بلا شك ولا أرتضيهم، ولكن هذه حقيقة، هم أصدق الفصائل السلفية على الإطلاق. ليس عندهم سياسة، ليس لهم وجهان، ليس عندهم دبلوماسية، ما يعتقدونه ينفذونه بشكل مباشر، خلاص كافر كافر، ومن لم يكفره فهو كافر أيضا، ومن لم يكفر من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيتسلسل الأمر. فقالوا للناس نحن على طريقة واحدة، نتبع الكتاب والسنة فقط. عظيم جدا. فالناس ما مضى على تأسيس هذه الفرقة عشرات السنين حتى تشظت، وصار واحد منهم لا يصلي خلف الآخر. طبعا لا أحد يستطيع أن يكذب أبدا، لأن الذين يشتمون من الدواعش الوهابية قنوات الوهابية هي أكثر من يرد عليهم، ليس نحن. واحد يقول عن ابن عثيمين جاهل، يجهل توحيد الحاكمية. عثيمين جاهل، ابن عثيمين يعني وين أبو حنيفة وين الشافعي بالنسبة لك؟ أعظم بكثير عند هؤلاء الناس. تقول عنه جاهل، يجهل تصفه بالجهل؟ نعوذ بالله. أراد أن يرقع المسكين لم ترقع معه، فصار يدافع عن ابن عثيمين بعد ذلك، لأنه ما يعلم حتى أصول مذهبه. لا يا أخي، هذه إياك أن تقترب منها، هذه الخطوط الحمراء. يعني في المثل العام لعل أهل الفرات والعراق وكذا، وربما أيضا الخليج والكويت يفهمون كلامي. قصة هذا الذكي الذي كان يعمل مع المجنون، يعني استخدمتهم السعلات، العام يقول السعلوية، السعلات استخدمتهم هذه للعمل، فأعطتهم مالا وطعاما وكذا. ف هذا المجنون منهما قضى على جميع معزة السعلات، ماتت جميعا بعد أن أخذوا المال. فنظر أخوه الصاحي الذكي فرأى المصيبة التي وقع فيها. المهم هجمت عليهم السعلات بعد ذلك، السعلات هي أنثى الجن، طبعا قصة خرافية لكن فيها مثل. هجمت عليهم، فكان أخونا خطر في باله، وكان في الهرب، خطر في بال المجنون أن يشوي القرص. القرص هذا من يعني الذرة وكذا، يعني مثل الخبز. فجلس يشويه، فهجمت السعلات على أخيه المسكين الصاحي وصار يقتتلان. فيقول له المجنون، يقول للصاحي، يقول له العبوا لعب نجويد والقرص لا تدحمونه. يعني قرصي إياكم أن تقتربوا منه، أما استمروا في اللعب. تصارع هكذا وهي تريد أن تقتل أخاه. ففطن الذكي إلى غباء أخيه وجنونه، فجعل السعلات قدمها باتجاه القرص فدحمته. عند ذلك هجم على السعلات فقتلها. فهذه تتكلم ابن عثيمين. أنت الآن دحمت القرص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن تصادم الآراء بين الرموز المتفق على إمامتها مثل ابن باز وابن عثيمين، أيضا عدم الرد على حجج المخالف، يكتفى بتشويهه، يقال هذه شبهة، طيب ماشي رد على هذه الشبهة. ثم الدخول في نية المخالف، رأيتم كيف يصف هذا فلان من الفلاني أن الشيخ سعيد فودة كان في أمريكا حينما كتب كذا وكذا، اتهام بالخيانة، أسهل كلمة تقال عندهم،
والمعاملة للغرب والشرق والداخل والخارج يعني، ثم هذا يقصد كذا وكذا، ما أدراكم يا أخي. أيضا محاولة خلط الأوراق بذكر الأكاذيب الافتراء، طبعا أهم شيء وذكرنا تقريبا وصف جامع لكل السلفيين استحلال الكذب على مخالفهم. وأيضا أخونا هنا أشار إلى نقطة أو ذكر نقطة بارزة هي صلاح الدين الأيوبي. هذا الرجل رمز عز للمسلمين، وهذا شيء حقيقة يكفي الأشعرية أن أنتجت من أمثال صلاح الدين ومحمد الفاتح ونور الدين الشهيد، يكفينا حقيقة هذا فخرا هذا. نعم يقول قد تراه صغيرا لكنه عظيم في نفسي، وبلا شك هو عظيم. ومن الأسباب يقول قلت المرجلة فقط قيل وقال، أما إذا كان حصل الجد فطريقتهم في الدفاع هي طريقة الخنفساء القاذفة التي ذكرتها في تسجيل سابق، وهي ماذا؟ الشتائم أولا وآخرا. وآخر دعوة نسأل الله تعالى لأخينا التوفيق، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.